بالرباط قام مساء اليوم صاحب الجلالة مأدوبة عشاء على شرف كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري. حفل العشاء أقيم بقصر الضيافة بالرباط وترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وحضره رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وبعض أعضاء الحكومة وشخصيات أخرى من المغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وكان كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية حل مساء اليوم بالرباط في زيارة للمملكة يترأس خلالها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.